معانا على الهاتف كابتن الفريق طبعا كابتن مودي الجرح. ازيك يا مودي؟ كابتن هاشم زي حضرتك، وحشني والله. وكوتش اشرف معانا طبعا في الاستوديو وانت معانا عبر الهاتف، يعني بنرحب بيك وبنقول لك. تحب تقول ايه للكوتش اشرف يا مودي؟ حبيبي يا كابتن هاشم، ازيك يا كوتش؟ ازي حضرتك حبيبي. لا طبعا يا كابتن هاشم، انت عارف الكابتن اشرف علاقته بينا، يعني انا من زمان هو الصراحه مطلعني من التنسيين، فانا بعتبره الصراحه بعيد عن التدريب، هو يعني بابايا في التدريب صراحه، يعني هو راجل طلعني كان واثق فيا وراهن عليا وانا ما لسه طالع صغير، كنت انا وكريم ضيف وشعوط، فالحمد لله. يعني بالنسبه لي كابتن اشرف انا يعني مش عارف شهادتي فيها تبقى مفتوحه الصراحه. يعني الحقيقه مودي برضو يعني انت كنت محظوظ الحمد لله ان انت يعني اتمرنت في بداياتك وحتى في فترات طويله مع كوتش اشرف. خليني اسالك الاول عن اصابتك، اخبار سمانتك ايه؟ كان عندك مزق في السمانه، الدنيا احسن دلوقتي يا مودي؟ لا تمام الحمد لله، خلاص الحمد لله. من ساعتها من بعد الماتش الاتحاد في دوري المصابات كده قعدت 10 ايام 12 يوم بالظبط عليك يوم، وخلاص الحمد لله من ساعتها الحمد لله تمام. طب وطمنا برضو ككابتن فريق، الروح عامله ايه في الفرقه والاخبار ايه عشان ماتش السوبر اللي جاي باذن الله؟ والله يا كابتن هيثم طبعا انك عارف احنا السنه دي واخدين الموضوع الحمد لله عكس السنه اللي فاتت، احنا كنا بنبني الفرقه، فالسنه دي الحمد لله بعد الصفقات اللي جبناها طبعا الناس كلها متعشمه ان احنا نكسب البطولات، والحمد لله اول بطوله كانت ظروفها صعبه بس الحمد لله عشان احنا تعبنا وعملنا اللي علينا ربنا جبلنا، فمن ساعتها احنا من ساعتها متفقين احنا بطوله بطوله، يعني خلاص احنا سايبر الدوري المرتبط ده خلاص خلص، حاجه مش موجوده خلاص دلوقتي، نفكر في ماتش السوبر. هي 40 دقيقه طبعا دي بتبقى توفيق، عدد توفيق بقى، هي دي هتبقى يعني هي ماتش يكسب ماتش ياخد بطوله صحيح. فاحنا مستعدين الحمد لله، يعني احنا كفرقه الحمد لله مستعدين، والروح صراحه السنه دي يعني انا شايف الفرقه اللي يلعب اي حد، المهم نكسب، يعني دي روح شريتنا الحمد لله السنه دي من اول سيزون ماشيين على النظام ده الحمد لله. يعني الحقيقه كلامك اسعدني يا مودي، وبالتوفيق يا رب، ربنا معاك وان شاء الله يعني نعمل ماتش كويس يوم الثلاث، وخلي بالكم الاجراءات الاحترازيه عشان مش عايزين كورونا تاني يا مودي. لا شك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله مودي بشكرك شكرا جزيلا، مودي الجرحي نجم الفريق وكابتن الفريق بشكرك شكرا جزيلا كابتن، يعني اجل حضرتك.